مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. نواصل حوارنا مع الدكتور علي الحاج، الأمين العام للمؤتمر الشعبي السوداني، في الحلقة التاسعة. مرحبا بك مجددا دكتور علي. دكتور علي، طبعا تناولت في الحلقة الثامنة في آخر الحديث أن حملت المسؤولية في عملية فد الاعتصام في السودان الجيش. إنه طبعا في تلك الفترة، طبعا الثورة كانت حديثة العهد، ثورة 19 ديسمبر. وماذا كان دور السياسيين في تلك المرحلة؟ هل يعني الأمر كان متروك فقط للجيش يغرر ويفد ويقبع؟ ماذا كان دوركم أنتم كسياسيين في عندما قامت هذه الانتفاضة أو الثورة في السودان؟ والله ده نفصل بين دورنا في الثورة في السودان وبين فض الاعتصام. العملية بتاعت فض الاعتصام، احنا يعني قبل ما تحصل قصة فض الاعتصام شعرين بأنه المعلومات اللي عندنا والشواهد كلها أنه الناس اللي في السلطة وعاني بين الدعم السريع والجيش والقحط والقوى السياسية شعرين بأن وجود المحتجين في الساحة بعد ما خلاص النظام انتهى شعروا بأن في خطورة في وجود هؤلاء. أنا بتكلم بمعلومات، ما بتكلم كلام سهل، ولذلك كانوا حريصين جدا أنه يفضوا الاعتصام. ودي واحدة من أكبر الإشكاليات ان احنا حتى في ذهاب النظام نفسه يعني. لكن لما جو يفضوا الاعتصام، اي حسب الكلام اللي موجود والمسموع والمقروء انه كل القوى السياسيه وافقت على فض الاعتصام، وفض الاعتصام طبعا بالقوه. سنتان مرتان مشاهدينا على فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، أو حتى ما يعرف أيضا بالإعلام الغربي باسم مجزرة القيادة العامة. كيف حدثت وما هي تفاصيلها؟ بعد بضعة أشهر على انطلاقة الثورة السودانية في ديسمبر 2018، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى موكب احتجاجي نحو القيادة العامة للجيش في السادس من أبريل. وصل الموكب الاحتجاجي إلى القيادة العامة للجيش، وسرعان ما تحول من مظاهرة إلى اعتصام مستمر سمي باعتصام القيادة العامة. وكانت أبرز مطالب المعتصمين بعد عزل البشير هي تسليم المجلس العسكري السلطة لحكومة مدنية. هذا الاعتصام الذي استمر قرابة شهرين تم فضه بالقوة في الثالث من يونيو 2019، حيث اقتحمت قوات مسلحة مقر الاعتصام مستخدمة الأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى جانب الغاز المسيل للدموع، وذلك لتفريق المتظاهرين، ما أوقع ما يزيد عن 100 شخص بين قتيل وجريح، فيما فقد المئات من الشباب. قدر العدد حينها بأكثر من 1200 مفقود. وفق مصادر عدة، فإن القوات التي فضت الاعتصام استغلت الانفلات الحاصل جراء تدخلها العنيف لتقوم برمي 40 جثة على الأقل في نهر النيل. فضلاً عن انتقادات كثيرة طالت السلطات على خلفية التعتيم الإعلامي، هذا إلى جانب قطع الإنترنت عن كامل السودان. وفي الذكرى الثانية للاعتصام استقدمت تعزيزات أمنية مشددة، وأقيمت حواجز حديدية على الطرق المؤدية للقيادة العامة بالعاصمة، وذلك خوفا من المواكب المزمع تسيرها للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا فض الاعتصام، فيما الاتهامات توجه للجهات العدلية المختصة بسبب بطئها في ملاحقة المتورطين وتأخرها في تقديم تقريرها النهائي. يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وصف أحداث فض اعتصام الخرطوم بالجريمة مكتملة الأركان، مطالبا بفتح تحقيق في قتل المتظاهرين. والقوة كل دول عنده قوة معينة، القوة السياسية موافقة من ناحية سياسية، وفي بعض القوة السياسية هي ذاتها سحبت يعني خيمتها وسحبت ناسها. وقالوا الحكاية دي بدون ما نذكر أسماء،
في قوى سياسية اتكلمت أنها استعملت أساليب مختلفة. ونحن في أثناء موضوع فض الاعتصام برضو عندنا يعني عملنا مبادرة، ودي ممكن يكلمكم عنها دكتور محمد بدر الدين نائب الأمين العام، والدكتور فعلا كان معه آخر مشوا عشان يقابلوا القيادة بتاعت قحط في موقع الاعتصام نفسه، لكن حيل بينهم قعدوا حوالي 3 ساعات. ولذلك انا اعتقد انه دي واحده من اكبر الكوارث اللي حصلت، وافتكر انه دي اللي عقدت المشهد. لكن انا بقول احنا كمؤتمر شعبي في الوقت ده كان ما لنا دخل طبعا بالاعتصام من ناحيه رسميه، ما عندنا خيمه، لكن عندنا الناس اللي كانوا موجودين وبنتكلم وكل شيء. لكن في نهايه المطاف لما وقعت هذه الواقعه انا شعرت بانه خلاص الثوره انتهت. انتهت تماما، صحيح الوثيقه الدستوريه ما حدث، لكن في الاخر انتهت الثوره، لان الثوره جات وفضت المعتصمين بالطريقه اللي شفتها، وعملت لجنه بتاع التحقيق. اللجنه ذات بتاع التحقيق ما قدرت تطلع على المعلومات. في الاخر لجنه التحقيق بعد ما حصل الضغط عليها سلمت الاوراق لرئيس مجلس المجلس العسكري، ولليوم بده كله احنا حاولنا نعمل اللقاء، وفعلا وجدنا فرصه التقينا لاول مره انا قابل حميتي في الاجتماع ده في القياده العامه، واليوم الثاني قابلنا الفريق برهان وتكلمنا معاهم في الموضوع ده وماذا نفعل. وصحيح يعني كان عندنا خطط كثيره جدا في العمل ده عشان نقدر ان احنا نتقدم لقدام، لانه هي مساله شائكه جدا. لكن في الاخر طبعا المساله كلها اتفقنا احنا ذاتنا من ضمن الاسباب، قد يكون دي واحده منهن، لكن دي واحده من الاشكاليات اللي كانت وما زالت هي عقبه كبيره جدا في التقدم وفي عمل شيء للمستقبل. قضية التنسيقيات والمقترحات اللي اقترحناها، ان احنا طورنا اللقاءات عندنا، والاجتماعات دي كلها كانت في دار المؤتمر الشعبي، وبعد ذلك ابتدينا نلتقي في الدور القوى السياسية الثانية. والقصد منها في الاخر احنا شعرنا انه لازم يكون في حكومة بتاعت ظل، لان الحكومة اللي كانت موجودة حكومة ضعيفة وما عندها برنامج، ورئيس الحكومة قال أنا ما أدوني برنامج، هو ذاته اعترف. فنحن من الناحية دي بدينا نعمل يكون في حكومة بتاعت ظل، ودي مسألة هي ذاتها من ناحية ديمقراطية صحيحة. طبعا حكومات الظل دي موجودة في الدول الراسخة في الديمقراطية، ودايرين برضو نعمل حكومات ظل في الولايات، واقترحنا حكومات الظل في الولايات حقه يكون فيها شروط كده وإلى آخره، 5 وزراء، ويكون الوالي يكون كذا يكون كذا. ودي كل احنا عملناها عشان تحول الديمقراطي. مشينا ابعد من ذلك، احنا قلنا القوى السياسيه نعمل مجلس بتاع القوى السياسيه، مجلس الاحزاب، ومجلس الاحزاب ده قلنا يكون خلاص طوعا واختيارا، وعشان نتجاوز الحته بتاعت احنا قلنا الاداره الاهليه، الطرق الصوفيه، الجمعيات الخيريه ما تدخل في المجلس ده، لانه المقترح الاول ما كان مقبول انه نعمل مجلس بالتعيين وبالحصص، ودي مقترح ما بتمشي اصلا. والمجلس ده في نهايه المطاف قد يعني يقوم اي انقلاب يحل المجلس وخلاص المساله كلها تنتهي. فدي كلها اطروحات كانت وما زالت، احنا كل الكلام اللي بنقوله ده كتبناه واديناه للقوى السياسيه وديناه لرئيس الوزراء السابق، صحيح ما قراها، هسه بكون قراها ما في شك. وليه حتى انا مقترحاتنا دي موجوده، انه لابد انه بالوضع الموجود اليوم اذا كان عندنا على الاقل حكومه ظل، الحكومه بتاع الظل دي يا اخواننا اساسا حكومه حزبيه، يعني ما حكومه فيها يعني، والتمثيل فيها الرئيس الحزب، ومع رئيس الحزب قلنا تكون في امراه عشان على الاقل موضوع تمثيل النساء 30% 40% ان احنا تجاوزناها، وقلنا والله يكون رئيس الحزب ومعه امراه عشان تبقى
كل حزب ممثل باثنين بغض النظر عن الحزب عنده كم عضو، والدليل حاسس على ذكر هو كمخرج. فإحنا عندنا مقترحات كثيره جدا في تدابير الانتقال، ودي كلها عشان نصل لوضع انتقالي سلس، ولازم تكون في شرعيه انتخابيه. وفي الانتخابات احنا برضو طرحنا انه يكون في تمثيل نسبي في الانتخابات. والتمثيل النسبي يعني انه اذا عدد المقاعد 300 مقعد، قايد ما يمكن ان لحزب ان ينال هو 50%، ولا بد من ان الحزب يحاول بقدر الامكان يكسب اخرين عشان يصل لبرنامج مقبول. دي كلها اطروحات طرحناها نحن من منطلق الممارسه، من منطلق التعامل مع القوى السياسيه، وما زالت الاطروحات دي موجوده. وبعتقد انه الليله اذا تكونت حكومه رسميا، كونت حكومه لابد ان تكون في حكومه ثانيه اسمها حكومه الظل، بمواصفات معينه وعندها قوانين وعندها التزامة السياسي. وحكومه الظل دي تبقى هي الجهه اللي ممكن تسند الوضع، عشان ما تجي طوالي حكومه عسكريه تقول والله الحكومه دي حليناها والى اخره. دي واحده من الاشياء اللي انا نعم شرحتها بالنسبه للولايات، لانه برضو يا جماعه نظام برلمان، نظام فيدرالي، لكن مع النظام الفيدرالي التفكير بتاعنا تفكير برلماني حتى الآن، لكن دي مسألة ممكن الناس يتجاوزوها نعم بقليل من الفهم. نعم هناك دكتور علي، بعد المشاهدين الذين شاهدوا يعني الحلقات السابقة السبعة، أحدهم يقول أن الدكتور علي حديثه متناقض. أنت طبعا طالبت في حديثك، أوضحت موقف المؤتمر الشعبي بشأن الوثيقة الدستورية، وطالبت بتمزيقها وعدم الاعتراف بها. ويقول من ناحية تانية الدكتور، هو طالما طالب بإلقائها وتمزيقها، لماذا يتمسك بالوثيقة الدستورية؟ ودائما أنت قلت مع التقيت مع برهان، وقعت معهم اتفاقية ومع الجيش. فكيف أنت ترد على هذا الشخص الذي يقول في تناقض في حديث الدكتور علي الحاج، في طرحه طبعا الأول أنه هو أوضح بأن المؤتمر الشعبي لا يوافق على هذه الوثيقة ويطالب بتمزيقها، ولا زلت في حديثك الآخر قلت أنه أنت متمسك بهذه الوثيقة، وما يجمعك بالتقدم وبالجيش وكله يعني بهذه الوثيقة؟ أي وثيقة؟ هل هنالك وثيقتين أم هي نفس الوثيقة؟ ابدا انا بفكر انه ما في خلط في الوثيقه الدستوريه المعروفه، واللي دي الوثيقه اللي اساسا مضاها شخص واحد هو الفريق البرهان. دي الوثيقه الدستوريه المعيبه، ودي اللي اسست للشراكه بين القوى السياسيه الموقعه عليها وبين الجيش، ودي كانت سبب المشاكل، ودي اللي انا اتكلمت عنها وقلنا تمزق، وفي الاخر مزقوها هم ذاتهم من ناحيه عمليه ما التزموا بها، ومن ناحيه ثانيه مزقوها هم ذاتهم. انا انتقلت لحاجه ثانيه هي برضه ما هي بتسمى وثيقه، لكن اساسا الدستور الانتقالي يعني ده دستور انتقالي مختلف تماما عن الوثيقه الدستوريه، وهي عباره عن مساله درافت، يعني ما مسوده، مش حاجه نهائيه ووقع عليه. وفي الاخر تطورت المساله، بقت جانب سياسي وبقت حوارات والى اخره، وبقت الاطاريه اللي تكلمت عنها، وانه الاطاريه فيها 38 صفحه شملت كل المسائل. صحيح عمل صعب وشاق وكل شيء، وما طبعا انساني، ما بندعي الكمال، لكن لليوم انا بفتكر انه اذا في شيء ممكن يكون من ناحيه سياسيه يعمل لنا مخرج للجيش، ومخرج للسودان، مخرج للحركات السياسيه الحمل السلاح المسلحة، ومخرج للدعم السريع، بدون شك الإطارية، مش لأنها حكاية كويسة، لكن أنا بالنسبة لي ده مخرج مباصرة مواكلة. ومن وأنا وقع على وثيقة أعتقد في مؤتمر برلين، يعني هسه مهما تقولوا، أنا أفتكر الاجتماعات اللي حصلت في السودان وناقشوا فيها المشاكل، الاجتماعات دي افتكر انها كانت اقيم من اجتماع باريس، ما في شك يعني. ودي اتعملت داخل السودان وتناقشوها السودانيين، وناس الجيش اكثر ناس كان حضورا
بالعكس، ناس الدعم السريع قيادتهم كانت في غرب دارفور في شغل آخر. ولذلك أنا بقول الكلام ده مش لأن الوثيقة حاجة مهمة، صحيح الناس كلهم بينظروا للناس اللي وقعوا الوثيقة، للأشخاص بينظروا لنا نحن. خلاص يا جماعة، نحن خلونا اتجاوزونا، أمسكوا الوثيقة، أمسكوا الإطارية، مسكوا بها أحسن. ما داير أنا أكرر، يعني احنا قبل كده برضه تجربه ذاتيه، انا بتكلم معاكم، عملنا اتفاق خطوم للسلام، الناس اللي عملوا احنا ذاتنا جينا قلنا لا، بعضنا قال لا نجي نعمل حاجه افضل منها وده هتفصل وكده وكلام كتير جدا، في الاخر عملوا حاجه أسوأ من الحاجه اللي اتعملت. ولذلك انا بقول دي فرصه برضه، انا بدعو مره اخرى انه ان احنا هي لازم، انا ما بنسى المجهود اللي اتعمل، وانا جزء من المجهود اللي اتعمل ما بنساه، وانا ما افتكر انه انا عملت عمل يعني بيرفكت ابدا، بشكل السودان بعيد جدا من البيرفكشن، لكن بفتكر انه مع الاخرين، وبفتكر انه لغايه الان هذا هو المخرج. اللي عنده بديل يطرحه لنا، اللي داير يعدل مرحب به، لكن في خلاصه الامر احنا عاوزين جيش واحد، والجيش الواحد ده هي الالتزام يكون في جيش واحد، ما في حركات مسلحة، ما في دعم سريع، يكون في جيش واحد موحد. والجيش الواحد ده ماشي حسب نظم معروفة في العالم وإلى الآخر، دي النهاية بتاعته. أي كلام تاني أنا أفتكر أنه في هذه المرحلة ما هتعود ما 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 ما, ما هتقودنا أبدا لحلول، وإنما هتقودنا في الآخر للتمزق والتشرذم في السودان الذي بين يدينا اليوم. فلغاية الآن ما فات الفوات، is never late يعني. نفتكر أنه دي الرسالة حق الناس يفهموها ويقروا الوثيقة، يقروا الاتفاق الإطاري مرة ثانية وثالثة ورابعة، يقروها على أرض الواقع. الدكتور أنا مع احترامي لتحليلك. الأشخاص إلى الزوال. نعم نعم أنا الآن أفهم من حديثك، طبعا أنت تتحدث عن الوثيقة ومؤيدة وتطالب بالتمسك بها، إنما على أرض الواقع الدكتور ما نشاهده طبعا في خطابين الآن. حمدوك غالب الأمس الغريب لا حل عسكري عسكريا للحرب في السودان، والبرهان يعني خطابه كان واضح، لا سلام ولا حوار إلا بعد القضاء على الدعم السريع، في ظل هذا الشعارين المتناقضين. طبعا طبعا يعني الحركات المسلحة هي كانت جزء من الوثيقة الدستورية، الآن طبعا جزء منهم الآن وقف مع الجيش وجزء منهم انضم إلى الدعم السريع. ألا تعتقد هذه الوثيقة الآن يعني تجاوزها الزمن دكتور علي؟ الإطارية، الإطارية نعم. الإطارية ما تتجاوز الزمن، بالعكس أنا من مؤتمر مما حدث في باريس أنا أفتكر الإطارية أحسن، والإطارية لأن ناقشت القضايا، وبفتكر أنه دي النقطة الأساسية. بعدين أنا أفتكر الناس الجيش حقه يلتزموا، رأس الجيش والنواب والناس اللابسين حقه يحترموا الوظيفة بتاعتهم. لما اقول والله ده زول عقيد ولا عميد ولا لواء ولا مشير ولا فريق، انا بعني حاجه معينه. انا افتكر انه النهار دي مهما كان قوته مهما كان، يجب ان يعرف انه في نهايه المطاف ربنا اقوى منه، نعم والشعب السوداني برهن اكثر من مره يعني. فلذلك انا داير الناس الجيش على الاقل يعرفوا الكلام ده، وانا بفتكر انه اذا كانوا عاوزين ممكن كلنا يدخلون السجن مره اخرى ويعملوا كل شيء، لكن في نهاية المطاف المسائل بتبقى معقدة أكثر. وما أنا بقول الكلام ده وما دار ما أنا لست يعني في موقف أنصح، لكن بفتكر الوظيفة والمستوى بتاع الشخص المعين دي مسؤولية. يعني لما أنت تكون مدير مدرسة ولا ناظر مدرسة ولا رئيس جامعة ولا رئيس مدرسة، أنت عندك مسؤولية، ناهيك عن انك تكون انت مسؤول من قوة ضاربة، سلاح، مال، اي شيء. طيب الكلام ده قد يكون غريب، لكن خلاص احنا اصله يعني ما كل الفترة كلها قضيناها جوه السجن والكرسي كلها عشان ما نتكلم، حسن ما ربنا
قدر انه لقينا فرصه نقول الكلام اللي بنقوله احنا لغايه الان، بنمد يدنا لاي زول داير يوقف الحرب وداير يمشي يخلي المواطنين يرجعوا لبلادهم ولبيوتهم ولمنازلهم ولقراهم، ولازم ندي اعتبار للناس الموجودين النازحين واللاجئين إلى الآخر. وفي نهاية المطاف يجب أن نمشي ونسعى كلنا أن تكون في شرعية انتخابية. نعم الشرعية الانتخابية دي بتكون لنا مجال أنه ممكن نتقدم لأي دولة، ممكن نطلب مساعدة، ممكن نعمل شيء، لكن بشرعية العسكر ما ممكن تمشي الأمور يعني. بعدين برضه احنا برضه نحترم بعض. نعم دكتور علي، بعد يعني ممكن انا كزول مدني أو وعارف انه انا ما عندي سلاح واجي اعمل اتفاق مع شخص عسكري، وفي نهايه المطاف هو يصدر لي انه عسكري وما عليه بالمدنيين، تبقى ده منتهى الاستخفاف بالانسان مش بالشخص يعني. ودي ما ممكن، اذا جاز في اي عمل الا ما بيجوز في مستوى الدوله، ما في شك يعني الكلام ده حقه يكون موجود، ده ما سر يا اخوانا. والدكتور الآن أنت تحدثت يعني في عام 1994 عندما كان المرحوم الدكتور الترابي رئيس المجلس التشريعي أو رئيس البرلمان في السودان، كانت هناك محاولات. طبعا أنا يعني الآن سنستعين بمقطع من حديث مقابلة أجرتها قناة الجزيرة أحمد منصور، حوار مع الدكتور الترابي حوالي دقائق طبعا حتى نعود المحاولات اللي كانت موجودة لإيجاد دستور في السودان، أنه طبعا البرلمان السوداني كان يضم النخبة مثقفين وناس علماء كان فيه تقريبا. كيف تعسرت هذه التجربة بعدها؟ طبعا نحن في المدخل في هذه الحلقة سنبث حديث الدكتور الترابي مع أحمد منصور، كلامه طبعا أنا وجدته منطق لأنه هو الممكن. بعد يعني الصحفي سألوا انه يعني انتخابك كرئيس للبرلمان ابعادك عن السلطه، هو قال انا ما اريد السلطه، عايزين نؤسس دوله دستوريه يعني نتعامل ونعمل ونجتهد، قال بما نستطيع في ذلك. كيف تعثرت هذه التجربه الان؟ طبعا انه نحن نعيد الوثيقه الدستوريه اللي انت قلت طبعا هو مجرد اساسا، ما هو الذي اعاق يعني الى درجه مثلا يعني فكفكة البرلمان وإدعافه؟ ماذا حدث عندما كانت أنت كحركة إسلامية كنت تقود البلد وتقود البرلمان وتقود الدولة أيضا، سواء في الظاهر أو كمان من الخلف، يعني أنت كنت كوادرها. ما كيف تعثرت هذه التجربة، تجربة البرلمان الذي كان يديره أو رئيسه كان الدكتور الترابي؟ ما هي المعوقات اللي أدت إلى إفشال هذه التجربة؟ والله المعوقات كثيرة، لكن أكبر معوق موجود أنه الدستور هذا اللي أقر واستفتي عليه، وطبعا يا إخواننا ده أول دستور في السودان يتم الاستفتاء عليه مهما كان، يعني أنا بقول لك زول مشارك فيه وما زول يعني طرف كده قاعد. الشيء الثاني هاي في الحريات، الباب واسع جدا في الحريات، يعني انا بقارن بالحريات الموجوده في دستور 98 والحريات الموجوده في دستور 2005 بتاع النيفاشا، الحريات الموجوده. الناحيه الثانيه المساله الفيدراليه، في دستور 2098 كان في فيدراليه، اي مكتوبه فيدراليه في الجنوب، فيدراليه في كل الولايات، ومكتوب كمان انه الناس ينتخبوا الرئيس او والي الولايه ينتخب انتخاب مباشر، ودي واحده من الاشكاليات. الناس قالوا اذا اصل الوالي حينتخب انتخاب مباشر حيبقى الوالي صين ولا الرئيس وما حيسمعوا كلامه. طيب احنا قلنا كلام الرئيس شنو اللي بيسمعوه؟ ذات الفهم غلط يا اخونا عبد القادر، انه الناس يفتكروا انه اذا كان في زول بينتخب في ولايه من الولايات معناته ده حيبقى صين ولا الرئيس، وعشان كده دير هيبقى بدل ما عندنا 26 والي هيبقى عندنا 26 ديكتاتور، ويبقى التوقف 26 ديكتاتور والرئيس يبقى ديكتاتور هيبقى 27 اذا اصلا مشينا بالمنطق ده. الشيء الثاني والمهم انه يعني احنا بالنسبه للاجهزه الامنيه والاجهزه العسكريه اتخليناها في حجمها الطبيعي زي كل دول العالم.
انه لازم هي تكون تحت الاداره او تحت السلطه المدنيه. طبعا الاحزاب احنا عندنا تعود، الناس قالوا ممكن تعود الاحزاب، وصحيح طبعا جاءت الكلمه بتاعت التوالي وما التوالي والمشاكل دي، حصلت فيها مشاكل انتم براكم شاهدتوها في الميديا، وحتى الموضوع القانون بتاع القانون العام ده اللي بيجلد والمستعمل دي كلها عملوها الناس خارج القانون. لكن الدستور في حد ذاته بتاع سنه 98 اهي، قارن انت بينه وبين دستور نيباشا اللي هل كل أجيز هذا الدستور دكتور 98؟ أجيز يعني؟ أجيز أجيز يعني؟ مش نعم. أجيز أجيز وتم استفتاء عليه، نعم. والاستفتاء عليه ووقع عليه الرئيس نفسه، هو ذاته الرئيس وقع على الحكايه دي، واذا به هو ذاته اللي اجازه والوقع عليه ذاته لغاه. ما هي دي المشكله الحقيقيه يا عبد القادر، المشكله مش في قحط ولا في نعسان ولا في اليسار ولا غيره، المشكله انه الشخص اللي وقع على الوثيقه ذاته بعد الاستفتاء على الدستور هو نفسه نقضه، ونقضه مش لانه يعني بس نقضه لانه فعلا بيشيل السلطه بتاعت الامن والسلطه بتاعت الجيش اللي لغايه الان يعني واقفين تحت السلطه دي. دي إذا الحقيقه يا اخوان. ما هي الأسباب؟ ما أنت حاسة في كل المحاولات اللي قمت بها كحزب أو كشعب سوداني أو كسياسيين تفعيل هذا الدستور؟ طبعا هو قضى عليه، طبعا في دول يعني تقصي الدستور والناس تطالب بإعادة هذا الدستور، أين هذا الدستور الآن يا دكتور في الحياة السياسية السودانية؟ هو طبعا لغوه، هو لغاه الزول اللي مضى عليهم الرئيس ذاته لغاه نقاوة، لكن موجود النص، موجود نصوص هذا موجود. الدستور. انا بالنسبه لي عشان كده انا داير في مرحله جايه اهي، انا ليه حسي كزور شاركت في الدستور ده مهما كان، انا افتكر انه لغايه انا الدستور ده بلي، وده دستور وحيد عملوا فوقه استفتاء في السودان، ما في دستور تاني دي. يعني حتى نيفاشا ذاتها ما فيها استفتاء، ما استفتوا الشعب السوداني عليهم، ونيفاشا ذاتها هي نيفاشا ما اتفاق، نيفاشا صفقة زديل، على لأنه قفص جنوب السودان ولا كيف؟ طبعا نيفاشا يعني ديل أنه نعم. يعمل كذا وكذا، ما فيه كلمة ولا فيه فيدرالية. أمشي أقرأ نيفاشا أعيد قراءتها، كلمة فيدرالية أصلا ما وردت أصلا في نيفاشا، كلها بتكلم عن لا مركزيه، لا مركزيه مثلا واسعه جدا في المفهوم. بعدين يا حمدان، يعني جو الناس كلهم اجتمعوا في وكل الناس جات واتكلمت عن الدستور ما عدا المؤتمر الشعبي. دي نقطه حقه نعرف، المؤتمر الشعبي على راس اللوك ذاك الدكتور حسن عبد الله الترابي فقيه دستوري وعمل لغايه الوقت، لغايه ما جو عملوا الحكايه دي ما دعوا اصلا، ما دعوا. وانتوا عارفين طبعا الغربيين دول كله الواحد بيجي لازم يكمل زيارته يزور شيخ حسن. This is وأداء، اذا جيت السودان وما قابلته تعتبر انت كانك ما جيت السودان. وش الثاني يا اخواننا؟ قالوا لا يفتى وما لكم بالمدينه، المثل السائر يعني المنصوب. طيب انت بتعمل دستور ونيباشا ومالك في المدينه، ما بتدعو للدستور. لكن ده كله انا بقول ده تاريخ، والتاريخ ده الناس اللي نقضوه وعملوه الاسلاميين ذاتهم، الباقيين دي خلاص ما دام الاسلاميين ذاتهم نقض الحكايه خلاص. فانا شخصيا بتقرا انه في الحته بتاعت الدستور والامن والمسائل دي مشاكل خاصه لليوم. احنا ناس، في ناس بيؤمنوا بانه لازم تستعمل القوه وتعمل انقلاب عسكري وتعمل، واحنا ما قضايانا حتى احنا بنعيشها دي، ما برضه فينا نفس ال الجرثومه موجوده بتاعت الناس، يعني دايره تبقى عسكريه وتبقى كلها عسكريه وبالطريقه دي، ودي مساله مشاعه وموجوده. ولذلك انا ما شاعر بانه الدستور بتاع 98 والوضع اللي كان فيه والكلام المكتوب فيه ده ما في زول نقده حتى الان. اكبر نقد انه احنا مع الناس دي ما كانوا حاضرين.
ده سمعته من الناس، انه الناس قالوا احنا ما حاضرين خلاص، عشان كذا عملوا الاباشه. ان احنا كمان ان شاء الله بيجوا ناس ثانيين يقولوا احنا ما حاضرين، يلغوا الاباشه ويرجعوا للدستور 98 اذا مشينا بالخطه يعني. عشان كذا انا ما ادري الحكايه كلها تبقى مكايدات. انا افتكر اتس انف المكايدات والمزايدات والاشياء دي مرت علينا كثيره جدا، وافتكر انه انا بقول الكلام ده وكثير من الناس الموجودين بي 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 على الاقل من ناحيه تاريخيه، من ناحيه وضع اي ما بيعيدوا الكلام ده. صحيح التنفيذ صعب جدا، ولذلك افتكر الصعب ده ما ممكن يجي يحلوا الناس من بره. انت اللي ممكن تعمل شيء مع نفسك بنوع من التوافق وكده. الجنوب ما اتفقنا، ما عملنا اتفاقيه خرطوم للسلام، ما عملنا مع جرنج ذات الديكلاريشن، البيان اللي عملناه وذكرت التفاهم ده كله عملناه مع الجنوب، وده كله احنا عملناه. صحيح بالنسبه لنا ناقشنا الموضوع ده مع جرنج وما ناقشناه مناقشه بتاعت وظائف، واسالوا الناس اللي حضروا اجتماعاتنا مع جرنج ما تطرقنا لوظيفه، بنتكلم عن قيم، قصة السلطة، قصة العلاقة مع الشمال، المسائل الموجودة دي. ودي مسألة تانية الناس يعني ممكن يتطرقوا ليها في وقت لاحق، لكن نهاية المطاف أنا أفتكر إن إحنا الدستور بتاع سنة 98 أنا ليه حاسس بأكد كزول مشارك فيه، أنسوا إنه أنا شو أفتكر إنه أنا مشارك، وأفتكر ليه حاسس ما في دستور في السودان، حتى دستور نباشا ما في دستور جابوه مستفتى عليه وغير هذا اللي. ومن هذا المنطلق انا بصير انه لازم يكون في مراجعه عليه، وطال الزمن او قصر يا جماعه الدستور ده هيجي هينقح هيعدل، لكن هيكون هو ذاته الهادي للناس. انا ما شاعر بانه يعني يكونوا الله يرحمه الشيخ حسن توفى ولا احنا متنا ولا كده، ما افتكر انه خلاص الدستور هيموت معانا كده يعني تنتهي ابدا. طبعا الدكتور، الآن السؤال يأتي طبعا حسب ما شرحت، أنه بعد إلغاء هذا الدستور كيف كانت يعني تدار البلد أو السودان، كيف كان يعني يسير أموره في غياب هذا الدستور؟ طالما ألغى هذا الدستور يعني ماذا حل مكان الدستور؟ هل محل الدستور هذا الرئيس؟ القضاء الذي كانوا يتحدثون عنه الرئيس رئيس كل شيء عند الرئيس، وعشان كده بقت القرار كله كل القرارات عند الرئيس. ودي ذات المشكله بتاعتنا في مذكره العشره اللي حصلت سنه 98، انه ان احنا اساسا يعني بعد ما خلاص بقى في مذكره والامان انتهت، وبقت الرئيس هو رئيس الشورى وهو رئيس المؤتمر ورئيس المكتب السياسي، وكل القصه بقت عند الرئيس، وفي الاخر بقت المساله كلها طغيان يعني، بقت كلها طغيان، الحكايه كلها بقت عند زول واحد. وعالم اليوم يا اخونا عبد القادر السلطات متعدده بتعمل تشيك اند بالانس، بتكبح بعض، في محكمه دستوريه، في رئيس قضاء، في يعني مجلس تشريعي، في مجلس بتاع ولايات، في يعني حكومه ولائيه، في يعني في علاقات تنسيقيه، في علاقات افقيه، ما في علاقات راسيه، دي كلها معاني جات في اطار الفيدراليه، لكن اساسا هي معاني انسانيه، انك انت تنقل السلطه كلها بدل ما عند الدوله كزول واحد تكون في مراكز متعدده، عشان المراكز المتعدده تعمل تشيك اند بالانس. يعني هي ما كلها بتتوافق في الاراء، لكن بتعمل تشيك اند بالانس، لكن دي غابت تماما. وانا لاحظت الحكايه دي، انا لاحظتها بعد ما جيت، وبعد ما الواحد كان في حاجه اسمها التنسيقيه الحوار الوطني اللي كان رؤساء الاحزاب والناس يكون معاه، التنسيقيه ما عندها شيء يعني، لانه يعني كل الناس اللي في التنسيقيه كلهم موظفين يعني، ما في زول حق، الواحد واحد ولا اثنين الناس الواحد منهم، لكن ما في، بقت المسألة كلها كده. ودي اللي عجلت بالنظام وخلت النظام ينتهي. لسوء الحظ اليوم انا مشاهد من الكلمات ومن العبارات اللي بيقولوها، انا اخشى ما اخشى ان نصل لنفس النتيجة، عشان السلطة تبقى عند شخص واحد، والشخص الواحد يكون من الجيش مش من المدنيين.
يعني إذا كان لابد أن الشرطة تكون لشخص واحد حقه يكون مدني، عشان كده احنا ما اقترحنا انه ستيل ده برضه مقترح موجود في الاطاريه، انه لازم يكون مجلس سيادي سياسي، مش مجلس سيادي كده بس ساكت، يكون مسيس هاي وعنده السلطه هاي وناس مدنيين، ولازم وزير الدفاع يكون مدني هاي، وزير الداخليه يكون شخصي مدني. دي كلها اشياء احنا طرحناها في الإطارية. وصحيح أكثر حتة وقفنا فيها موضوع أنه يكون واحد ولا خمسة، لأن اقترحنا أن الرأس يكون سبعة، يعني السابع امرأة، ودي كانت نقطة حتى احنا كدنا أنه ننسحب من الإطارية، ننسحب بدل ما عندنا ممبرشيب نبقى أوبزيرفرز، وعندئذ يعني الكلام ده أخذ به وكتب في الإطارية، حصل فيها تعديل. الآن يا دكتور، دي كلها محاولات سياسية ومجادلات سياسية وحوارات سياسية نحن بنفتقر لها في الماضي، الآن عندنا منها قدر يسير، والقدر اليسير ده أنا دايره يستمر. نعم. الآن يا دكتور، في ظل غياب الدولة في السودان، المشاهد الآن، احنا طبعا التحركات السياسيين على رأسهم طبعا تقدم، يعني شاركوا في مؤتمر إيجاد، حمدوك طبعا شارك في أوغندا، شارك في جيبوتي، الآن الدول الأوروبية كلها طبعا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، الخارجية الألمانية والخارجيات في أوروبا طبعا تلتقي بهؤلاء الناس. هل هذا يؤسس طبعا هذول الناس طبعا الآن لم ينتخبهم الشعب، ولا زال في خطابه الدكتور عبد الله حمدوك يناشد البرهان أو الجيش كما حاوروا دعم قائد الدعم السريع دقلو، يناشدون البرهان والجلوس معهم، فرضا إذا مثلا يعني الجيش الآن رأى بأنه يحاور مجموعة قحط نظرا للظروف والإقصاء والتهميش اللي حاصل عليهم واتفقوا، يعني ألا تعتقد أن السياسيين هذول حيرتكبوا خطأ آخر لو أعادوا مثلا سلطات أو اعترفوا من جديد كما فعلت قحط بسلطات الجيش والدعم السريع ويتقاسم السلطة؟ أنتم كمؤتمر الشعب موقفكم من هذا، يعني مع مساعي كل جارية كما تفضلت، لم يتحدثوا عن الانتخابات ولم يتحدثوا عن الدستور، إنما يسعوا كل المصالح سواء كانت في جدة أو في جدة وينهوا القضية والخلافات بحيث أن الأمور تعود كما كانت عليه في قبل انقلاب 25 أكتوبر. ماذا سيكون موقف المؤتمر الشعبي إذا التوجه صار فقط لاستعادة السلطات، حمدوك يعود إلى مركز رئيس الوزراء والآخرين أيضا توزع عليهم الوزارات كما كان الأمر؟ أنتم كمؤتمر شعبي كيف سيكون موقفكم من هذا التوجه؟ ده سؤال مهم جدا يا عبد القادر، وانا ببدا بالاتي. اول شيء حسي المدى القريب، والى ان تتكون حكومه نحن في المؤتمر الشعبي ما حنشارك في اي حكومه ما لم تكن منتخبه، يعني اي حكومه الان يكونها اي مكون سياسي بالجيش، خليط من الجيش، شراكة مع الجيش، ما تعرف أي حكومة تتكون ما لم تكن حكومة منتخبة، المؤتمر الشعبي ما حيكون جزء منها، إن مشاركتنا حتبقى مشاركة سياسية بالحوار والجدال والكلام لغاية ما تجي الانتخابات. دي نقطة مهمة جدا. وبرضه بالمقابل حتى في الخدمة المدنية يا جماعة، نحن طبعا اكتشفنا أنه في الخدمة المدنية الناس فعلا بيمتحنوا امتحانات، والامتحانات ما ملزمه، يعني تلقى الامتحان عاوزين ياخدوا 20 واحد في وزاره من الوزارات، يعني الواحد يتبادر للذهن انه حياخدوا ال 20 الاوائل، لكن وضح انه في نهايه المطاف الاول والثاني والثالث كلهم يخلوهم ياخدوا العاشر والعشرين. لا، نفتكر احنا بالنسبه لنا للشعب السوداني الى ان تقوم حكومه منتخبه في اي وقت، المدخل
للخدمة المدنية الامتحان والالتزام بالامتحان. دي قواعد حقه يكون معروفة علينا، معروفة لدى قواعدنا، معروفة لدى قيادتنا، وكل الناس عارفين المسألة. أفتكر أنه إذا الليلة كونت حكومة مهما كانت، ما ممكن في نهاية المطاف الحكومة تدعي الشرعية، هي ما في زول حيعترف بها زي أمر الواقع. ما دي شرعية، حكومة بتكون جابت القوة العسكرية. لكن احنا عشان كده بنقول الوضع الموجود اليوم حيستمر، لأنه حسن الحكم العسكري هو الماشي. زي ما نبهني واحد أنه يعني كل ما أقالوا وزير أو وكيل بيجيبوا بدل واحد عسكري، كلها عسكرة يعني. هنرجع تاني للقصة بتاعت العسكرية. فنحن في وضع انتقالي بالصورة دي، بندعو لحكومة محددة للانتخابات، فترة انتقالية عام واحد زي الفترات الانتقالية حصلت في السودان كلها. أما البرامج اللي أنا شايفها سواء كان من قوة سياسية، برنامج مكتوب 17 15 صفحة، وحتى البرنامج اللي موجود الناس يعني قاعد والموجود حتى بين يدي يعني حمدوك، دي برنامج ممكن تصلح كبرنامج للمرحلة الانتخابية. ده برنامج انتخابي يا جماعة، ده ما برنامج أنا ممكن أتبناه، ما عندي شرعية أتبنى البرنامج ده. أنا أفتكر كل الكلام اللي حاصل ده يجب أن يخضع للشرعية الانتخابية، وأفتكر أن دي قد تكون ملهى زمنية. الشيء الثاني برضو دلت التجربة وممارساتنا مع القوى السياسية، أنه دائما وأبدا تكون في حوار ولا في نقاش، وبالآخر يكون بعضنا يكون عنده يعني حوار آخر مع الحكومة أو الطرف مع الحكومة، ويكون ظاهريا هو معاك لكن عمليا هو شغال مع الطرف اللي. دي برضو مرت علينا في العمل السياسي. أنا أفتكر برضو آن الأوان أن السياسيين لازم يلتزموا بخط يعني واضح، ما في داعي إننا نتكلم وكل واحد فينا يمشي يعني يتصل بالعسكر عشان يمشي يقول كلام مغاير. وفي نهاية المطاف يا عبد القادر، أي حكومة الشعب السوداني ما راضية عنها ما بتستمر، ما بتستمر أصلا يعني. نعم وبتكلم ناسي دكتور علي، الناس الآن بتسأل، كانت في ملاحظة من بعض المتابعين لمؤتمر باريس الأخير جدا، الكيفية اللي تم بها دعوة أفراد أو اللي نقول نشطاء سياسيين مثلا مثل حمدوك. طبعا لفت انتباهي بأنه طبعا مجموعة تقدم دخلوا الآن باسم المجتمع المدني، لكن الناس لاحظوا أن معظم الذين طبعا الحركات المسلحة الموجودة زي حركات دارفور كانوا جزء من الحضور، ليس كلهم طبعا. فهنا قال اللي عنده جواز فرنسي أو جواز بريطاني قدر يصل هذه المنطقة. إذن يعني الآن أنت تمثل الهم السوداني وتنتقي بانتقائية أفراد بدون ما نذكر أسمائهم، طبعا وجوه معروفة في السودان. فإذا يعني هل أنه تحرك مجموعة تقدم واعيين بهذا العمل، أنه الناس قاعدين هم قاعدين يتحركوا الآن يقابلوا الرؤساء والمؤتمرات، وأنت تفضلت في حديثك بأنه ما في أحد عنده شرعية كسوداني يتحدث كمواطن سوداني، إنما هو الآن كممثل الإشكالية اللي قاعدين يقعوا فيها مجموعة تقدم. وأنا كنت أتمنى أن أجريت مع أحمد تقد عضو في مجموعة التقدم في أدس أبابا، يعني هم الآن طارحين نفسهم كممثلين شرعيين للشعب السوداني. أنا أسأل أن الدكتور علي الحاج شخصية معروفة وسياسي قديم وأمين عام للحزب، لماذا لم يتصلوا؟ أنت أقرب الآن، ما عندك مشكلة تسافر لباريس. آخرين أيضا الحزب الشيوعي احتج، الحزب البعث احتج، الديمقراطي، كلهم يعني الأحزاب الموجودة. إذن حتى هم يعني الآن يعني هذا الادعاء بأنهم يمثلوا الشعب السوداني
كيف تنظرون إلى أنتم كسياسيين وكحزب مؤسس قديم وله طبعا شعبيته في داخل السودان في الأغاليم، أنتم منتشرين في كل مكان. يعني هل ما يعني خطوات التقدم الآن باعتبار تقابل رؤساء دول وتقابل وتحضر المؤتمرات باسم الشعب السوداني؟ نحن لما ننتقد الجيش إذن هناك مخالفات طبعا أخرى تظهر، كيف أنتم ترصدون هذه التحركات الآن دكتور؟ ما هي الإجابة طبعا واضحة، نحن نفترض واحدة من إشكالياتنا، والناس اللي بيتحركوا ديل بيتحركوا وعمليا، يعني أنا قراءتي العملية أن حكومة فرنسا مهما قيل عنها هي معترفة بالناس ديل كأنهم بيمثلوا حكومة، صحيح ما قالوها، لكن الواقع انهم ذاته مش حكومه فرنسا، الدول الاوروبيه والغربيه كلها. يعني هي ذاتها الى حد كبير دايره تخلي تنتقي الناس اللي هي دايراهم فعلا، ودي واضحه جدا مش في باريس، حتى في الايجاد في كل الواقع. هذا السلوك يا عبد القادر اصلا موجود عند الدول الكبيره دي. لكن دي كلها يا جماعه بتخضع، انه في ناس فعلا بطبيعتهم بيخضعوا للدول دي وما بيقدروا يتكلموا وماشيين في النسق ده. دي واحدة من الإشكاليات اللي هي أساسا حلول في الآخر، حل سوداني في الداخل، حل سوداني في الداخل، لكن دي واحدة من الأمراض الموجودة. بعدين ذاته من العسير جدا أنك أنت الآن يعني المجموعة بتاعت دوك، يعني بعد ما تكونوا يعني ناس إلى حد كبير فيهم ناس يعني صحيح سيفل سيرفنتس، يعني ناس بخدمة مدنية، لكن في نهاية المطاف بيبقوا ناس مسيسين، وأنا ما تناقشت طبعا مع الحمدوق ولا مع زول في المسألة دي، لأنه الأوراق اللي كتبناها ودي أوراقنا دي أنا دعيتها تتقري، ودي فهمنا احنا للموضوع عن القوى السياسية الخارجية والدول، أن إحنا ما أعداء للدول ولا ديريننا نعمل أعداء معهم، لكن الدول دي ما بتحل مشكلتنا. إذا في زول بيفتكر أنه الدول دي هتحل المشكلة، ده زول من ناحية سياسية زول حقه يبتعد عن السياسة، وافتكر أنه أي زول ما عنده الفهم ده افتكر أنه في الآخر هيصل للنتيجة دي، يعني عما قريب للي حصل. وإذا أخذنا الجنوب نفسه، نفسه الجنوب أكثر مثل موجود، الدول الغربية وكل الناس شهدت وقالت وتعمل وتعمل وكذا، وفعلا خلاص فصلوا الجنوب وكل شيء، لكن في نهاية المطاف نفس الدول ذاتها لما حصلت المشكلة هي تبرعت من الحاصل وفرضت عقوبة على الجنوب وعلى الجنوبيين، وأصبحت وبال على القصة كلها. لكن هكذا الأمر بالنسبة لهم على الأقل، يعني عملوا الحاجة اللي عملوها. نفس الشيء الحاصل هسه في دارفور، هو كان برضه نفس الناس قاعدين وما في حاجة، وجات لغاية الخرطوم، عشان كده احنا دايرين المسألة دي التجييف، ما بيتجيف إلا هو السودانيين، والسودانيين لازم الكلام يكون صريح وواضح، ما يكون فيه لفلفة ولا أي شيء. وبعدين نفتكر إنه نحترم الرأي الآخر، لكن ليه هسه أنا أفتكر كلنا ما لم تكن في شرعية انتخابية أي زول ممكن يدعي أي شيء، ممكن يعمل أي عمل، و دي أسوأ حاجة. أصلا نبقى على بينة من نعم الأمر، نقوم نحسم المسألة داخليا ونتحمل بعض، نقبل بعض، نعم يعني يكون في نوع من الكياسة، نوع من العقل كده والتعقل. وبعدين يعني على الأقل ربنا قدر أنه الناس يكون في قيادة في البلد أو يتعلم قدر من التعليم، ونفتكر التعليم اللي تعلمناه ذاته حقه يرشدنا. صحيح أنا بقول في أخطاء حصلت مننا، علينا أخطائنا، نسأل الله أن يغفر لنا وأخطائنا دي وكل حاجة ويندوب وما عاوزين نرجع عليها، لكن البني آدم خطأ، يعني ما حقول برضه في الآخر بنخطئ. فلذلك أنا أفتكر إحنا المشاهد اللي شايفينها الآن، والناس بتموت، والبلد يعني
منتهيه. انا افتكر لكن ستيل الشعب السوداني واحد بيتكلم عنه، وانه وبرضه ما بيتكلم من بعيد، بيتكلم من جواه يعني، وجواه بكل المعنى. ستيل بخير وفيه خير كثير جدا، وربنا قدر أن دائما القيادة بتبقى مخالفة تماما للشعب ذاته، ودي واحدة من قدرنا يعني. يعني احنا بنفتكر القيادة ذات الموجودة، ما قيادة بتقود الشعب السوداني. وأنا لما بقول قيادة بفتكر يعني أنا ما ببرئ نفسي يعني من المسؤولية دي، لكن المسؤولية ده تفرض على الواحد اللي يقول الكلام اللي ممكن الآخرين ما يقولوا فيه يعني. وبعدين بفتكر انه احنا مهما تكلمنا عن قحط حصلت برضه يحمد لهم، انه في الاخر هم اكتشفوا ان الوثيقه الدستوريه هي اللي دخلتنا في المأزق ده يعني. افتكر دي برضه حكايه كويسه يعني، رغم انه فيها ما فيها وضيعنا وقت، ولا كان ممكن يعني نلقى فرصه، ممكن كان ممكن تكون في انتخابات، ودي كلها كان ممكن تكون موجوده. انفورشنتلي حتى الان ما في لجنه بتاع انتخابات، ما في قانون بتاع انتخابات. احنا من جانب عندنا قانون انتخابات درافت، عندنا لجنه، عندنا حاجات كلها مقترحه موجوده يعني، عندنا لدينا الاخرين يكون عندهم. دكتور علي، الآن آسف على مقاطعة، قادة الجيش الآن يعني في تصريحاتهم بدون ما نسمي، بدءا من البرهان ونائبه وكلهم يعني وضعوا الأولوية بالنسبة لهم يعني القضاء على الدعم السريع، يسموهم بالخوارج وما إلى ذلك. موازي إلى هذه الإعلانات طبعا هنالك تجيش تسليح الشعب السوداني، فالإشكالية الآن ليست في تسليح الشعب السوداني، يعني طبعا السلاح موجود، إنما طبعا الآن مضاعفة المخاطر، يعني المشاكل كانت موجودة أساسا في دارفور، حركات المسلحة في دارفور الآن انقسمت حول على نفسها، بعدهم طبعا يعني أصبح من المؤيدين للجيش ويحارب أعلنوا الآن قبل أيام، ما أعرف وصلك هذا الخبر التسلبي اليوم، أحد الأخوة من باريس يقول أن عبد الواحد أعلن أيضا انضمامه إلى الجيش، سيحارب ضد الدعم السريع. إذا يعني العملية الآن أصبحت خطرة جدا، كون مثلا أبناء دارفور يعني معاناتهم لم تحل إلى يومنا هذا، وإذا تحدثنا عن النزوح أكثر النازحين معسكرات يعني من حوالي عشرات السنين موجودين هم في بلدهم لكن نازحين في داخل أرضهم. الآن التحاق الحركات المسلحة يعني وقوفه مع الجيش، والبعد الآخر أيضا إلى مجموعة التقدم أو إلى الدعم السريع، هل هذا طبعا يعني أنت تطالب أيضا بإنهاء الحرب والسلام، أنا وافقك في كل آرائك، إنما الآن الخطورة الآن في التحاق المسلحين بموجب اتفاقية مؤتمر جوبا دخل السودان، وكان ينتظر يعني على أساس الآن إذن في إعلان لضمهم إلى الجيش، إذن هل هذا حيؤدي إلى ما ذهبت إليه، إلى التسريع لإنهاء الحرب في السودان؟ بكل اسف اي زول بيقول الحرب، نفتكر بتجربتنا في السودان، وانا بتكلم عن تجربه شخصيه، هو في وقت ما، في ساعه ما، في لحظه ما، حيكتشف ان الكلام اللي بيقولوه انا انتهي من فلان، انتهي من فلان، دي مسائل بيقولوها الناس النشطاء، انه انا بنتهي من فلان وبنتهي من فلان. نفتكر كل الحاجات اللي قبلها انا سمعتها، انا سمعتها وعشتها، انه حينتهوا في ظرف كده وكده، كلها طلعت كلها. والقوة العسكرية دي ما في، انا ذكرتها، شاب سيسكو قال شنو؟ وانا ذكرتها قذافي، ذكرتها وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك انا كل الاطروحات اللي بتدعو بفتكر انها في نهايه المطاف ما اطروحات بتمشي لقدام، واصحابها غالبا ما حيستمروا لقدام. طبعا انا بالنسبه لي اذا اصلوا الحركات المسلحه، لما الحركه المسلحه تكون مع الحكومه ومع الجيش بدون قروش، بالدولارات 10 15 الف 15 مليون دولار في الشهر يا عبد القادر،
يبقى انت يعني ليه تخلي جيشك ينضم للجيش الكبير؟ ما خليك قاعد هنا عشان يصرف ليك. وانا عشان كده قلت دي خصخصه برايفتايزيشن. وانا ما بستغرب اذا كان عبد الواحد ولا اي زول ثاني جاء بنفس القذف، ما دام المساله كلها بقت بالصور الموجوده. رغم انه الموضوع بتاع دارفور لما بدا ابدا، انه صحيح ما كان ابدا الناس اللي حرقوا قراهم والنازحين واللاجئين ديل ابدا، انا متاكد جدا انه في ناس ما عندهم اي دخل بالحرب اللي كانت حاصله وحصل لهم المآسي دي، ودي المأساة الكبيرة. وبفتكر انه اخشى ما اخشى ان الحكومه، وسمعت كلام برضه انه واحد من ناس الحكومه مسؤول قال برضه اتفاق جوبا او الاتفاق اللي اتعمل في جوبا برضه يتلغى، يعني طوال الاتفاقيات ما بتلغى كده، لا ها؟ انه ممكن تلغى يعني. اذا بتلغى كده ما خلاص الناس نفس الجماعه دي هيمشوا مع الجيش، وبعد شويه هم ذاته هيدفعوا الثمن. انا ما عندي شك في هذا. وليه احس انا افتكر ان احنا لازم نمشي نوقف الحرب ونشوف الشرعية اللي ممكن توقف الحرب، وإلا أفتكر إن هي بتكون وخيمة جدا على السودان كله مهما كان. ومن ناحية عملية برضو أنا لقيت يعني كثير من الناس بيشعروا أنه يعني إذا كان الجيش هو المسيطر وعندنا مشكلتنا في دارفور مع الدعم السري مع الجنجويد، يعني هو ذاته كلمه الدعم السري دي كلمه جديده يا جماعه، اساسا كانوا الجنجويد جابتهم الحكومه والى اخره. فانا ما بستبعد انه يكون في اي زول ثاني يقف مع العساكر، مش لانه هو داير حل عسكري، لانه شايف انه دي الحته اللي ممكن تلقى تمويل منها وتلقى لك شويه دعم، وجاي تلقى لك وزاره وزارتين، وبقت تقول المساله عباره عن حاجات شخصية بكل أسف. نعم دكتور علي، طبعا حسب بطلب من المشاهدين لقناة القرن الأفريقي، هناك بعض القضايا طبعا يعني لا تحتاج إلى أسئلة كما جرت العادة في الحلقة العاشرة، سنعطيك فرصة يعني لتخاطب القضايا الآنية طبعا، وتتطرق أيضا يعني جزء من مؤتمر باريس، لأن هذا أربك الساحة، لأن كل واحد يحلل، وإن تجيير الناس هي طبعا حتسبب مشكلة الآن، يفتكروا هذا المبلغ المليارين هيسلم إلى مجموعة تقدم، ومن الآن بدأت طبعا الاتهامات، وهذول الناس هيصرفوا الأموال في نزواتهم وفي فنادق وما إلى ذلك. طبعا أنا يعني حاولنا أن نوضح أن هذا المؤتمر كان مؤتمر يعني جامع، بعدين حيشمل ايضا دول الجوار، يعني طبعا اثيوبيا في تجراي عندهم مشاكل كبيره جدا في اثيوبيا، الحرب الاهليه في بين الجيش واقليم تجراي سببت مآسي كثيره جدا والان مجاعه. انما طبعا الارقام حتى ذكرها حمدوك في مقابلته ما يصل 27 مليون الان يعني معرضين للمجاعه في السودان، 9 ملايين طبعا ديسبليس نازحين، حوالي مليونين طبعا في دول الجوار، والآن الإشكالية طبعا تراكمت في مصر في كل يعني من بين الحديث والسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي نسمع سودانيين، الآن أنا تابعت بعض السودانيين موجودين على منطقة الحدود بين إريتريا والسودان في الشرق هناك، هذا عنده تقريبا 6 أشهر دخل الأراضي الإريترية بيذكر يعني 3 أسر مؤجرين طبعا 3 غرف، كل أسرة 4 طفل 5 طفل في غرفة واحدة، يصل إلى حوالي 2000 دولار الإيجار. إذن هذا إذا نفذ ماله، طبعا في إريتريا ما في مخيمات للاجئين ولا الدولة ما هنا طبعا نفس الشيء ينطبق أيضا في مصر في هذا الاتجاه، يطالبوا طبعا يعني الناس لا يعني إمكانيات الناس محدودة، إنما طبعا الآن الآمال الكبيرة جدا حسب تصريحات إخواننا اللي شاركوا في المؤتمر بيوهم الناس بأن هذا مساعدة للسودان، هي فعلا للسودان لكن بقنوات
يعني كما تفضلت أنت القنوات الأوروبية عندهم يعني الصليب الأحمر موجود، منظمات الأمم المتحدة. إذا سنخصص الحلقة العاشرة لنعطيك فرصة نصف ساعة تخاطب كما تريد في المواضيع الآنية اللي أنت ترى توجيهها. سعندك كلمة أخيرة في الحلقة التاسعة، الآن سأتيح لك الفرصة حتى نختم الحلقة التاسعة الآن هذا المساء. تفضل دكتور علي. أنا أقدر أخوض في تفاصيل، لكن برضو من واقع التجربة أن المانحين عندهم حدود معينة، وأي مبلغ بيطلع من الدولة المعنية بدون شك بيكون صادق عليه يعني برلمان وفي نفس الوقت طبعا هما يعني مستصحبين أن الناس اللي بيشتغلوا على الأقل 30 35% من الناس العمال، الناس اللي بيشتغلوا الماسكين الكي هما ديل من الدولة زادة، فهي عندهم مشاكل بتاعت عطالة يشغلوا ناسهم وعبر كده بيأدوا العمل اللي بيعملوه. لكن برضه يا عبد القادر ما تنسى كل المنظمات دي بتعمل في ظل وضع على الأقل من ناحية أمنية وضع مستقر، لكن ما في منظمة بتمشي تدخل في حتة زي السودان بدون ما تكون في تأمين، والتأمين ده بيجي من قبل الحكومة، لكن الحكومة ذاتها ما في دول واثق فيها في التأمين. لذلك أنا أفتكر صحيح الناس ضخموا الوضع كأنه ما في قروش كده ممكن يعني تجي في دولارات والأمور، ده كله وهم. انا داير الوهم ده الناس على الاقل يشيلوا الوهم ده من عندهم، وانا بتكلم عن الناس المتعلمين المثقفين، انا بتكلم عن الاهالي، لانه ما لم تستقر الاوضاع في السودان تبقى فيها سلام والحرب تقيف ما في، بالعكس المنظمات الاجنبيه دي هتستفيد من هذا المبلغ، ما اصل في مبلغ معين لدارفور ولا لكردفان ولا للجنوب ولا كينيا ولا السودان، هذا المبلغ بيكون في موظفين اوريدي يتوظفوا عليه، وعلى الاقل بيكونوا بيصرفوا من المساله دي وخلاص يعني. فانا افتكر هي ده الوجه الاخر لمؤتمر باريس، لكن ده كله انا ما اقدر ادخل فيه. انا افتكر حمدوك وكل الجماعه اللي حضروا كلهم اللي انا افتكر انه ما عندهم تمثيل لجهه ما، صحيح قد يكون ده اتجاهه كذا كذا، لكن دينوه أنه في نهاية المطاف هم ذاتهم قد يلقوا حاجة منها، يعني لما يقعدوا في فندق ولا يمشي يعملوا حاجة، ما هو في الآخر لازم الناس يعني who is going to pay يعني في القصة دي، وانتوا عارفين أوروبا يعني ما قصة كده أنه في زول بيستضيفك إلا يكون يعني دافع لك. فلذلك أنا أفتكر الناس دي كلهم عارفين اللي حاصل، والجيش برضه عارف، الجيش برضه إلى حد كبير عليه مسؤولية، نعم وعارف حتى المطاف أنه الناس دي هيمشوا يكونوا في أحضان الدول الخارجية. عشان كده أفتكر أنه موضوع سلطة الجيش والوضع العسكري اليوم هو ده الوضع اللي أنا أفتكر قاد لكل هذه المسائل. فما نعم لم تقف الحرب وينتهي حكم العسكر وتجي في حكومة أو مجموعة منتخبة، أنا أفتكر السودان المستقبل هيبقى مظلم جدا. نعم أنا إذن دكتور سأترك لك المجال إن شاء الله نلتقي في الحلقة العاشرة لنعطيك فرصة كما الحلقة السابعة طبعا يعني قدمت فيه كلمة وأثنى عليها الكثيرين طبعا على أساس بعض المعلومات ما تريد أن هي رسائل طبعا تشاهد الآن في منطقة القرن الأفريقي وأيضا سودانيين وعرب موجودين في الشتات هنا في أوروبا وفي أمريكا قاعدين يتابعوا هذا الحدث. فنختم هذه الحلقة اللي هي الحلقة التاسعة مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي الحلقة التاسعة أجريناها مع الدكتور علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وحتى نلقاكم في الحلقة العاشرة سنتحدث فيها
الدكتور علي الحاج عن تجاربه طبعا السياسية والاجتماعية سواء في ألمانيا والسودان، وحتى نلقاكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.